بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن. ما في خيار، لازم البيع لازم. نعم نعم. لا، المشتري ما نهي، المنهي البائع لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكذلك شراؤه على شرائه، شراؤه على شراء أخيه. مثلا باع عليه السلعة وله الخيار، باع له عليه السلعة وله الخيار، راح للمشتري، راح للبايع، راح للبايع وقال أنا سمعت أنك بعت الأرض على فلان ولك الخيار إلى 3 أيام، اتركه افسخ البيع وأنا أشريها منك بأكثر مما بعتها عليه به، هذا لا يجوز. فكما لا يجوز بيعه على بيعه فلا يجوز شراؤه على شرائه. نعم. لا، حراج في من يزيد لا بس. الرسول صلى الله عليه وسلم باع على في من يزيد، حرج على سلعة وقال من يزيد، ما دامت السلعة ما دامت السلعة في المزاد العلني ما في مانع انك تزود على سوم الآخر. نعم. إنما الكلام إذا قطع البيع وانتهى ما يجوز لك تتدخل بعد ذلك. نعم. إذا قال أقل من السعر. نعم. ما دعا إلى ولا يجوز له يتدخل، ولا يقول له تراك مغلوب، تراك مغبون، ترى السلعة تسوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. يقول للمشتري ترى السلعة أرخص منها من اللي اشتريت، أو يقول للبائع ترى السلعة أغلى مما بعت. ما يتدخل أبدا، يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يتدخل. ما دام ما شاوره ما يتدخل، أما إذا استشاره هو يشير عليه، إذا استشاره يشير عليه، أما ما دام إنه ما استشاره ما يتدخل هو. نعم. حتى لو بعبر. ها؟ حتى الإنسان المشتري ده بعبر. حتى المشتري إيه؟ المشتري هذا الإنسان المشتري أخي أو ابن عمي. أي وله أخوك أو ابن عمي، إلا إذا استشارت. إلا إنسان ما يحسن التصرف، إنسان غرير ما يحسن التصرف، هذا لا بأس. أما إنسان الرشيد ما تتدخل. نعم. ونهى الرجل على بيع أخيه بقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومعناه أن الرجلين إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشتري فقال أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن الذي اشتريت به، أو قال أبيعك خيرا منها بثمنها، أو عرض عليه سلعة أخرى حسب ما ذكره، فهذا غير جائز. نعم. فهذا غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من الإضرار للمسلم والإفساد عليه فيكون حراما، لأن المسلم له حرمة وله حق، فلا يجوز أنك تفسد عليه بيعه، ما يجوز تفسد عليه البيع. والناس يبيعون ويشترون طلبا للرزق، وإذا حصل هذا حصل الفساد في المعاملات، حصل الضرر على الناس. نعم. فإن خالف وعقد البيع فالبيع باطل لأنه نهي عنه، والنهي يقتضي فساد الفردية. لو باع على بيع أخيه وخالف عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فالبيع باطل، لأن النهي يقتضي الفساد. نعم. ولأجل نقطع عليها هذه لأجل أن نقطع عليه هذه الخصلة الذميمة يتأدب، إذا أبطلنا بيعه تأدب. نعم. مسألة. ونهى أن يبيع حاضر للبادي. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي. الحاضر هو الذي في البلد، والبادي هو القادم لجلب السلعة، يعني جاء ناس من البادية يجلبون سلع، معهم إقط ولا سمن ولا مواشي، يريدون بيعها في السوق. لا يجوز لأحد أن يطلع لهم ويتعرض لهم يشري منهم حتى يدخلوا في السوق ويشتري من السوق، لأنه إذا تعرض لهم وشرى منهم قبل أن يدخل السوق حصل الضرر على البائعين لأنهم يجهلون الأسعار، وحصل الضرر على أهل السوق أيضا لأن أهل السوق ينتظرون الجلب، فحصل الضرر على الجانبين، على البائعين وعلى أهل السوق.
ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للباد. بيع الحاضر للباد يطلع واحد لما القادمين ويقول لا تبيعون أنتم، أنا اللي أبيع، أنا من أهل البلد وأعرف أقيام السلع، خلونا أبيع لكم. هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعهم هم اللي يبيعون من أجل أن ينتفع الناس بهذه السلع ويشترونها رخيصة توسعون فيها، هم أجلسوا في الأسواق إلى الانتظار الجالبين. فإذا قام واحد من أهل البلد وتولى بيعها على الناس فإنه بذلك يضر أهل البلد. هذا معنى بيع الحاضر للبادي، يعني اترك الجالبين هم اللي يبيعون سلعهم، لا تعرض لهم وتقول أنتم ما تعرفون، أنتم أخاف تغلبون، خلونا أنا أبيعها لكم، هذا حرام عليه لا يجوز، هذا بيع الحاضر للبادي. وقد فسره ابن عباس بأن لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا. هذا إذا عرض عليهم هو، أما إذا هم جاءوا لمه قالوا بيع لنا سلعنا هذه فلا بأس، إذا طلبوا منه أنه يبيع لهم ويكون لهم سمسار لا بأس، إنما الممنوع أنه هو اللي يبدأهم يروح لمهم ويقول أنا أبيع لكم، هذا حرام لأنه يضر أهل السوق. نعم. والبادي هنا هو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو من قرية أو بلدة أخرى. البادي هو القادم إلى البلد، البادي هو القادم إلى البلد سواء كان من البادية أو من بلد آخر، كما في قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، البادي يعني القادم من الآفاق. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد. تلقي الركبان يلقاه خارج البلد ويشري ما معهم من السلع، هذا تلقي الركبان، تلقي الجلب، تلقي الركبان أنه يخرج إليهم ويشري ما معهم من السلع قبل أن يصلوا السوق، فيحصل الضرر على الجالبين لأنهم يجهلون الأسعار. وأما بيع الحاضر للبادي فهو أن يكون له سمسارا، يروح لمهم ويقول أنا أبيع لكم أسلع، أنا أعرف منكم بالسوق، هذا لا يجوز لأنه يضر أهل البلد. نعم. نعم. إذا جاءوا بسلعهم وسلموها للمكاتب ما خان، أما أن المكاتب هي اللي تروح لهم وتلاقيهم بالطريق هذا ما يجوز. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، يعني دلالا، لا يعرض عليه نفسه وأنا بصير دلالا لك أبيع لك سلعك، لا يجوز. نعم. واتفق عليه. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. نعم. والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص وتوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد فيضر بهم، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه يصح، وأن النهي اختص بأول الإسلام لما عليهم من الضيق في ذلك. والأول المذهب في عموم النهي، الأول هو الصحيح أن النهي باقي ولم ينسخ، وأنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي إلا إذا طلب البادي منه ذلك فلا بأس، إذا قال له بع لي أو دخلهن على متجره أو محله أو مكتبه وقال بع لي هذا لا بأس، لأن الحاضر ما طلب هذا الشيء. نعم. والأول المذهب لعموم النهي وما ثبت شرعا. ها؟ يكون يعلم عن نفسه يقول من أراد أن يبيع. لا يجوز هذا. هذا لا يجوز. إن جاءوك بدون أنك تعلن فلا بأس، أما أنك تعلن تنبه الناس القادمين هذا ما يصلح. نعم. إذا خيرهم. ها؟ إذا خيرهم. يعني أنتم بالخيار إذا حبيت أن أبيع
ما يقول لهم شيء نبي، يسكت إن جاءوه باع لهم، وما جاءوه يترك. نعم. ما في شك إنهم بالخيار، ما هم ملزمهم، ما هم ملزمهم، ما في شك إنهم بالخيار. نعم. لحد نسبة ربح له؟ نعم. لحد نسبة ربح له؟ من اللي بيع الدلال؟ دلال له عادة البلد، ما يعطى الدلالين العادة. نعم. سمى السعي، هذا يسمى السعي، عادة البلد. نعم. نعم. لا، اللي يروح يجيب سلع ويبيعها على أهل البلد جزاه الله خير، طيب ما في شيء. إيه يأخذ منهم في مكانهم، يشري منهم في مكانهم، ما يخالف، هذا ما هو، ما يسمى بادية، البادية القادم، القادم. إيه. أما أنه يروح يتتبع المحلات البعيدة ويشري منها أو المصانع ويجي يبيع على هالبلد، هذا طيب، هذا ينفع على البلد. هنا والأول المذهب لعموم النهي، وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل. هذا رد على القول بالنسخ، يعني ما ثبت في حق الصحابة فهو في حقهم، في حق غيرهم أيضا إلى أن تقوم الساعة، والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل. نعم. والعلة وهي الضرر موجودة. نعم. ويشترط لعدم الصحة 5 شروط. يكفي، نقف عند هذا. قبل ندخل في الأسئلة، كن هذا إن شاء الله آخر درس إلى أن يبدأ الفصل الثاني، إلى أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني، فنستأنف إن شاء الله، لأن الأيام هذه أيام امتحان وأيام مذاكرة، أيام نترك للناس فرصة، وإذا بدأ إن شاء الله الفصل الثاني نبدأ نستأنف الدرس. نعم. الرخصة إذا جاءت تعم، الرخصة إذا جاءت تعم الطلاب وغيرهم، يعني فيه إحراج لإخوانكم. إذا فصل لا ما في شيء، إحنا عازمين على هذا، ما في شيء، ما في مراجعة، هذه عطلة إجبارية، إجبارية ما فيها مراجعة. إذا بدأ الفصل السنة في رمضان، إذا بدأ في رمضان إلا ما يخرج رمضان، رمضان. نعم نعم نعم. أنا ما قلت شهر ونص، أنا أقول إذا بدأت الدراسة بدأنا إن شاء الله. نعم. ما بحيرة صغيرة لا بأس، يقدر على أخذه منها، أما بحيرة غزيرة لا. نعم. لا، الصغيرة يمكن يأخذ فيها لأنه يشوفه محصور، محصور يشوفه، لكن الغزيرة يغاص ولا يشوفه. نعم. إذا باع أرض فيها فدعة والأرض محدودة، هذا ما يعلم عنه كثيرة. شو بايع، بيع الأرض ولا بيع؟ لا ما يجوز بيع المغيب في الأرض حتى يخرج، مثل البصل ومثل بيع المغيب في الأرض لا يجوز حتى يخرج ويبرز، لأن المغيب في الأرض مجهول. نعم. حتى يمكن لا لا ما يصلح، ما يصلح حتى يجنيه ويجمعه، لأن الأرض ما يدرى اللي فيها، ربما أن يكون فيها ما فيها شيء أو فيها شيء قليل أو خربان. نعم. البحيرة الصغيرة طبعا فيها جهال، ما فيها جهالة لأنها محدودة، يشوف السمك ويمكنه يأخذ، صغيرة محدودة مثل الطير في الغرفة يمكنه أخذه. نعم. السمك ما يشوف كله. نعم. ما يشوف السمك كله. هو يعني عماه. لا يشوف. البحيرة الصغيرة يشوف السمك فيها، ما دام المصافي وهي صغيرة يشوف الماء فيها، يشوف السمك فيها. نعم. ما عرف عنك في أراضي تبيع المصحف. نعم. المصحف والله محل حرج، يعني بيعه محل حرج، ولكن إذا لم يتوصل إلى الحصول على المصحف إلا بالشراء يشتري، إذا لم يتوصل إلى الحصول عليه إلا بالشراء يشتري. نعم. ما تعرض لهذا، المكتبات ما زالت مفتوحة وتبيع المصاحف ولا منعت من هذا. لا
وإن كان المذهب أنه ما يجوز بيع المصحف، لكن نظرا لأن حاجة الناس تدعو إلى هذا، ولو منعنا بيع المصاحف لتعطل الحصول عليها. الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس به. نعم. ولا ابن عمر يقول وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، لكن هذا صعب، إذا منع بيع المصاحف منع انتشارها، وفي بيعها تيسير للناس ونشر للمصاحف. الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس، وما زالت المكتبات مفتوحة في بلاد العالم الإسلامي، ولا أحد من العلماء منع من هذا أو أنكر. نعم. نهيهم عن بيع المصاحف ليش؟ يقولون لأن القرآن ليس مالا، البيع المبيع يشترط أن يكون مالا، والقرآن ليس مالا أنه كلام الله. نعم. لا يجوز بيع الحشرات، لا يجوز. والفراش، فراش فيه زينة، فراش ما فيه زينة، فراش مؤذي. نعم. قضية الشيخ وفقه الله، ما حكم بيع الحشرات على المختبرات التي تخلي الحشرات وعمل التجارب عليها؟ البيع لا يجوز، والمعامل تأخذ الحشرات من غير بيع، موجودة في الأراضي في الأجواء تأخذ منها بدون شراء. نعم. لكن ثمن الحشرات حرام، ثمنها حرام، لأنها لا يجوز بيعها لأنها مستقذرة. نعم. لا، النحل له قيمة، يجوز بيعه، ينتج له قيمة وله فائدة، يجوز بيعه. الكلام على الحشرات اللي ما فيها نفع مثل الذبان، الذباب، مثل الجعلان والخنافس، هذه اللي ما يصلح بيعه، يعني ما فيها نفع. أما الشيء اللي فيه نفع مثل دود القز اللي يخرج من الحرير، مثل النحل، لا بس، هذه أموال. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، قول العلماء وينعقد البيع بإيجاب قبول، السؤال هل يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب؟ يصح. إذا قال بعني هذه السلعة فقال بعتك إياها، بعني هذه السلعة بعشرة ريالات، قال بعتك، صح هذا لا بأس، يجوز أن يتقدم الإيجاب على القبول. نعم. هل يصح بأي نقل وصيغة؟ يصح على ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، أن العقود ليس لها ألفاظ مخصوصة، وإنما تجري على مجرى العرف، اعتبره الناس بيعاً وشراءً في عرفهم، صح به البيع، لأن الله أحل البيع وأطلق ولم يحدد صيغة معينة، فكل ما تعارف الناس عليه أنه إيجاب وقبول صح به البيع. نعم. وهذا سائر العقود. نعم، عند الشيخ سائر العقود كذلك، لأنها لم يرد بها ألفاظ مخصوصة. نعم. فيصح الإيجاب بكل لفظ يدل عليه، ويصح القبول بكل لفظ يدل عليه، وبأي لغة، لأن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، وقد أحل الله البيع ولم يحدد لنا صيغة معينة. نعم. والدليل على عدم جواز بيع ما لا نفع فيه، والتراب الذي يستخدم في البناء ليس فيه نفع. تراب المملوك يجوز بيعه، مثلا لك أرض أو مزرعة تبيع منها تراب، هذا ملك لك من أجزاء ملكك، لا بأس. أو تبيع منها حجارة، إذا كان فيها حجارة هذا من أجزاء ملكك، ما في مانع. أما التراب الذي لا قيمة له، هذا هو الذي لا يجوز بيعه. أو مثلا ذهبت إلى البر بسيارك وحملتها من التراب أو من الحصبة، حجت هذا الشيء، يجوز لك بيعه لأنه أصبح ملك لك. إذا حجته في سيارك حصبة أو رمل للإسمنت، يجوز بيعه، مثل الحطب، مثل الحشيش، إذا حجته جاز لك بيعه.
نعم. وفضيلة الشيخ حفظه الله، واحد من باع شيئا ليس له وبعد البيع قضي صاحب الشيء في مالك وما شرب، هذا على الخلاف الذي سمعته. المذهب انه لا يصح، والقول الثاني ورواية عن احمد انه يجوز اذا اجازه المالك، بيع الفضول يصح بالإجازة إذا أجازه المالك صح، ولكن الأول أرجح. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز للإنسان أن يبيع إحدى كليتيه وهل يجوز أن يتبرع لهما؟ أما البيع لا، ما يجوز للإنسان يبيع عضو من أعضائه، لا الكلية ولا القرنية ولا شيء من أعضائه، لا يجوز له يبيع، أو الدم شيء من دمه يبيعه ما يجوز. أما أنه يتبرع بشيء من أعضائه فهذا يجوز بشرط أن لا يتضرر هو، أن لا يتضرر هو بأخذ هذا العضو منه، لأن الضرر لا يزال بالضرر. أما إذا كان ما يتضرر ولا يأثر على صحته فيجوز له أن يتبرع للمصاب بالكلية أو بشيء لا يتضرر جسمه به، لأن هذا من باب الإعانة والمساعدة. نعم. ما يأخذها، ما يأخذها، لأن هذا يصبح بيع. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الحكم لو أن أخي أو زميلي أراد أن يشتري شيئا وهو يوجد عندي؟ إذا أنه بذل دمه ولا بذل شيء لأجل المكافأة، عارف أن فيه مكافأة ولا بذل دمه إلا من أجلها، صار بيع، ما يجوز. نعم. إذا أعطوه من عندهم هو بالخيار، إن شاء يأخذ وإن شاء ما يأخذ، كونه ما يأخذ أحسن. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الحكم لو أن أخي أو زميلي أراد أن يشتري شيئا فهو يوجد عندي، فقلت له أرجع هذه السلعة أمام البائع، فهل يجوز ذلك؟ هذا ليس السؤال. أعيده. ما الحكم لو أن أخي أو زميلي أراد أن يشتري شيئا وهو يوجد عندي، فقلت له أرجع السلعة أمام البائع، إذا شرى السلعة ما يجوز لك تقول هرجعها وعندي أحسن منها، إن هذا بيع على بيع أخيك. أما ما دام إنه ما شرى يقول أنا ودي إني أشري كتاب ولا ودي إني أشري سيارة وهو ما بعد شرى، تقول هنا عندي ما يخالف، هذا ما بعد شرى من أحد ولا ارتبط بأحد، ما يخالف، تقول له مطلوبك عندي، هذا بعد توفر عليه التعب وتوفر عليه، ما يخالف. طيب، أما إذا ارتبط مع شخص شرى منه فلا يجوز لك تقول لي اتركها واعطيك انا احسن منها. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، لو ان شخصا ذهب الى شركة السيارات واراد ان يشتر له سيارة مستعملة بحيث يدفعها عليه بالتقسيط. اذا؟ لو ان شخصا ذهب الى شركة السيارات واراد ان يشتر له سيارة مستعملة بحيث يدفعها عليه بالتقسيط. قلنا ما يصلح الا اذا كانت السيارة موجودة في ملكه قبل العقد، يشتريها بثمن اما حال واما مقسط، ما يخالف. اما انه ما عندهم السياره ليست عندهم ويبرم معهم عقد، يبرم معهم عقد ثم يذهبون ويشترون له، هذا ما يجوز. نعم. واذا لم يبرم عقد؟ نعم. واذا لم يبرم عقد الا بعد شراء الشركه؟ اذا ما ابرم عقد الا بعد شراء السياره ما في مانع. نعم. ولا يلزمونهم، هم ما يلزمونهم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل هناك حد معين للربح مثل الضعف أو الضعفين أو أقل أو أكثر؟ الربح ليس له حد معين لأنه يتبع السوق، ارتفاع السوق وانخفاضه وقلة السلع وكثرتها، فليس للربح حد معين. أما إذا كان الربح نتيجة تغرير بالمشتري، نتيجة تغرير أو خداع، هذا لا يجوز، يعني المشتري ما يعرف قيم السلع وخدعه وزود عليه شيء ما هو موجود في السوق ولا يتغابن فيه الناس عادة، غبنه غبنا فاحشا، فهذا لا يجوز. كذلك إذا كان المشتري من المضطرين، مضطر إلى الشراء واستغل ضرورته وزود عليه زيادة باهظة، هذا أيضا يكره، هذا يكره. قد جاء حديث في النهي عن بيع المضطر، يعني استغلال ضرورته وإضعاف القيمة عليه أكثر من العادة،
هذا لا يجوز لأن فيه إضرار بالمحتاجين، فيكون الربح معتدلا ويكون يراعى فيه قيمة السلعة في الأسواق. نعم. وفضيلة الشيخ وفقك الله، ما لم تشرح لنا معنى الغرر والجهالة، هل هناك فرق بينهما؟ نعم، بينهما فرق. الغرر تخدع الشخص خديعة، تقول له هذه السلعة سليمة ومن النوع الجيد، وفي الواقع أنها ليست سليمة وليست من النوع الجيد، هذا غرر، أنت غررته بالكلام هذا، خدعته. أما الجهالة فهي عدم معرفة الشيء، تبيع عليه شيء ما هو معروف ولا يعرفه، شيء مجهول، مثل بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع وطلع الشجرة إذا حملت الشجرة، هذا مجهول، لا يدرى ماذا يكون مصيره، ولا نوعيته ولا جودته ولا رداءته. نعم. فالغرر يكون في شيء موجود لكن ما تبين اللي فيه، وأما الجهالة فتكون في شيء معدوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل بيع محرم باطل وفاسد على قاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ نعم، كل بيع محرم فهو باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، بيع الحصات، بيع الغرر، بيع الحاضر للبادي، بيع تلقي الركبان، كل البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى الله عنها، كالبيع بعد النداء الثاني بصلاة الجمعة، كل هذه بيوع باطلة لأنها فيها معصية لله ولرسوله فتكون باطلة. نعم. والبيع الله إنما أباح البيوع التي ليس فيها ضرر وليس فيها غرر وليس فيها جهالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، فإذا كان صاحب السلعة غير مسلم فهل يجوز أن أبيع على بيعه؟ وكذا المشتري إذا كان كافرا هل يجوز الشراء عليه؟ لا يجوز ظلم الناس في المعاملات، لا يجوز ولو كانوا كفارا، لأن المسلم مطلوب منه العدالة، قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم يكون صادقا في معاملته مع المسلمين ومع الكفار، وحتى إذا كان صادقا في معاملته كان هذا سبب لدعوة الكفار إلى الإسلام، أما إذا كان فاسدا في معاملته فهذا ينفر الناس من الإسلام. فالصدق مطلوب، الصدق في المعاملات مطلوب مع المسلمين ومع الكفار، وما للكافر لا يحل إلا إذا كان حربياً، إذا كان حربياً فإنه يحل ماله لا بالخديعة والسرقة، لا، يحل ماله بالجهاد والغنيمة، يحل ماله بالغنيمة والجهاد. أما أنك تسرق أموال الكفار أو تغصبهم وتأخذها هذا ما يجوز، إنما تباح أموال الكفار المحاربين في الجهاد والغنيمة. نعم. ما تجوز العقود بعد النداء الثاني، لا تجوز عقد النكاح، عقد البيع، عقد الإجارة، كلها لا تجوز بعد النداء الثاني. نعم. تبطل. نعم تبطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بقول المؤلف أن يبيع حمل أمته؟ هل هذا الحمل منه هو؟ لا، إذا كان منه هو لم يجوز، لأنه بيع ابنه يكون حر، يكون ابنه حر ولا يجوز بيع الحر. لكن حمل أمته من مملوك آخر، لو زوج أمته لمملوكه هو مثلا، زوجها لمملوكه هو أو لمملوك غيره، يعني زوجها من رقيق، فحملها يكون رقيقا ملكا له فيجوز بيعه، لكن بيعه بعد ما يولد، أما بيعه وهو في بطن أمه لا يجوز. أما إذا كان الحمل منه بأن تسرى في هذه الأمة المملوكة له فإن ابنه يكون حرا، والأمة تعتق بذلك، تصير أم ولد تعتق. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يذهب إلى مصنع ما أو شركة ما ويقول
أنا أحتكر هذه السلعة ولا تعطوها لأحد غيري، كما يسمونه الآن الوكيل الوحيد. إيه نعم، والامتياز هذه عملية جارية الآن، أخذ الامتيازات إذا كان فيها مضايقة للناس واحتكار فهي لا تجوز ممنوعة. أما إذا كان ما فيها مضايقة، السلع موجودة غيرها ألا في مضايقة للناس، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقه الله، مرة في الحراج من أراد أن يبيع سيارته جاء بأصحابه ليرفعوا السعر، وهم لا يريدون الشراء إلا ليرفعوا السعر لكي تباع السيارة، فما حكم هذا العمل وما اسم هذا البيع؟ هل هو بيع ثالث البيعة؟ هذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن النجش، نهى عن النجش وقال لا تناجشوا، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع القيمة على الزبائن، هذا حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تناجشوا، والنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يغرر بالزبائن ويرفع القيمة عليه، وإذا كان هذا الناجش شريكاً في السلعة فالإثم أشد، يعني بعض الشركاء يساوم السلعة وهو شريك فيها والمشتري ما يدري، الزبائن ما يدرون، هذا أشد تحريم، لأنه تغرير بالناس ولأنه أكل للمال بالباطل، فلا يجوز هذا. النجس كله حرام، وإنما يباح الزيادة لمن يريد الشراء. نعم. وفقكم الله، يوجد في الحراج من الدلالين الذين يركبون مع الباعه فيبيعون لهم، فهل هذا من تلقي الركبان؟ وهل يجوز ان ياخذ المال لكونه دلاله؟ يوجد في الحراج من الدلالين الذين يركبون مع الباعه فيبيعون لهم، فهل هذا من تلقي الركبان؟ وهل يجوز ان ياخذ المال لكونه دلاله؟ اما اخذه المال لكونه دلالا لا باس، هذا هو السعي والسمسار، لا بأس أنه يأخذ بمقابل حراجه بيع. أما أنه يتلقى الجالبين أصحاب السيارات ويركب معهم ويقول أنا ببيع لكم، هذا ما يجوز، هذا هو تلقي الركبان. أما إذا جاءوا هم إليه وقالوا بيع لنا فهذا لا بأس، إذا جاء الجالبون إلى شخص وقالوا له نبيك نريد منك تبيع لنا سلعنا أو منتوجاتنا أو هذا الحمل اللي معنا، هذا لا بأس، لأنه ما قصدهم هو وإنما هم جاءوا إليه طلبوا منه هذا، يجوز له هذا. أما أنه من نفسه يروح لهم ويقول لهم أنا أبيع لكم، هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. نعم. بعد موته تعتق، بعد موته عتقها يكون بعد موته، وفي حياته لا يجوز له بيعها على الصحيح. نعم، يعني عتقها مرتقب. نعم. فضيلة الشيخ فقط والله، يوجد في الحراج من يبيع بعض الأغراض في مزاد عالمي مشهور. يوجد في الحراج من يبيع بعض الأغراض في مزاد عالمي مشهور، وبعد أن اشتراها شخص رأى أن قيمتها تزيد عن قيمتها الأصلية بفعل، فما الحكم في ذلك؟ ما هذا السؤال؟ يوجد في الحراج من يبيع بعض الأغراض في مزاد عالمي مشهور، وبعد أن اشتراها شخص رأى أن قيمتها تزيد عن قيمتها الأصلية بفارق، فما الحكم في ذلك؟ هذه مسألة الغبن، هذه مسألة الغبن، إذا كان الغبن فاحشا، إذا كان الغبن فاحشا لم تجري العادة بمثله فله الخيار، وأما إذا كان الغبن مما جرت العادة به ما يتغابن فيه الناس فليس له خيار، والبيع صحيح. نعم. الخيار بين الإمضاء أو بين الرد، يردها ويأخذ الثمن أو يمضيها ويصبر على الغبن، هو بهواه. ها؟ لا، ما يأخذ الفرق، يخير بين الإمضاء والرد بس، بدون أن يأخذ فرق. نعم. الجراد يؤكل، ليس من الحشرات المحرمة، يؤكل مثل النحل، ومثل النحل يستعمل للعسل، يجوز بيع النحل لأنه يستخرج منه العسل ينتفع به، يجوز بيع دود القز لأنه يستخرج منه الحرير، والجراد يجوز بيعه لأنه يؤكل، إذا حازه الإنسان في وعائه جاز له بيعه، لأنه من الأشياء التي تؤكل مثل السمك، ومثل هذا يؤكل طعام لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
سمكة زينة. نعم سمكة زينة. زينة سمكة زينة حي حي يجوز بيعه. نعم السمك يجوز بيعه، يجوز بيع السمك، يعني يجعل في حوض للزينة، يجعل في مال الزينة، خلاص لا بأس. والطيور يجوز بيعها للزينة، تجعل في قفص، بس بشرط أنه ما يسيء إليها ويجوعها ويعطشها، لا بأس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.